السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم. أعلنت مديريات الدفاع المدني اليوم الجمعة اندلاع حادث حريق داخل كلية للتربية الرياضية في جامعة بغداد، وذكر البيان للمديرية أن حريقا اندلع داخل كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد في منطقة الجدرية، وأضاف أن فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات إخماد النيران حاليا، نسأل الله السلامة، سلم يا رب سلم. حيث اندلع حريق في كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد، إن شاء الله هنوفيكم بالتفاصيل بإذن الله تعالى. أعزائي المتابعين، كان هذا نهاية خبرنا اليوم، أشكركم على حسن المتابعة، دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.